عشان طفي البنور على اساس انه الديسيبل اول شيء بعدين على نقصفه. ايوه لان عند ريفلكت لو معطينا الضربة عشان حاول اصرف اعطانا بيبل ما ذاك الشيء اللي هي اوكي وبعدين ممكن نضربه بالضربات العادية نشوف امنام صار و انتيتود كذلك صدها لا ما في الا نشوف الاويل اي دروبز ممكن يكون كذلك صدها دائما الاويل يكون حتى الاويل بعد معناته لازم اقضي عليه بالطريقة القديمة لازم نضربه لغاية ما يطيح أو نحن نسوي هالشكل صبر شوي ارسل الصفحة
رينج اوف ذا نايت. فافنر الاخر اخر وحوش اللي كان موجود عندنا اخيرا يعني خلنا يجي انا اشوف انا حتى ناسي انا وين اللي بكلفنا بالصيد حقه وين ليها عاصفة ثلجية نفس الشكل عاصفة ثلجية ما تشوف أي شيء. إذا دخلت من هنا من عند الطريق هذا هذا هو المنفذ الوحيد لها شايف الخط هذا هو الطريق. إذا دخلت وشفت هالشكل راح يطلع الفافنير ما راح يطلع الفافنير بدون العاصفة الثلجية هذه كلها. زين تسأل تقول شلون طلع العاصفة؟ طلع العاصفة هالشكل. تطلع مكانين فأقرب مكان لك هذا أول مكان أوكي وبعدين هذا ثاني مكان ارجع حق المكان الاول ارجع راح تلقى فيه العاصفة. انا طبعا خلصنا انا قاعد اقول لكم الخط السير اللي سويته انا عشان يطلع لي الفافنير ولا ما راح يطلع بدون العاصفة الثلجية. المهم الان نرجع حق الشخص اللي كلفنا بالصيد البنت الارنوبة اللي على الطريق عشان ناخذ جائزتنا. هذا البنت اللي كلفتنا جائزة 7000 جل أساس من أروز واحد تلبرت ستون واحد وهذا الفافنير.